السلام عليكم. احنا دلوقتي يا جماعه في محل هدايا، وهقول لكم الاسعار، وكمان خليكم معايا للاخر وشوفوا اشتريت ايه لحما، والمفاجاه اللي كنت محضره له. يلا معايا. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا في محل هدايا بمناسبه بقى الفالنتاين، فانا هوريكم الحاجات والهدايا اللي موجوده في المحل. واحمد معايا اهو. هتشتري لي ايه يا احمد؟ ها؟ شاي. يلا يا هان. البوكسات دي بقى بتبدا من 25 25 35 40 45 لحد مثلا 65. دي عامل 30. ماشي. والصغير ده 25. ده 25. ده 45. ده 55. كبير ده 55. طب واللي عليه ده بيبنده. ده عامل 25. ده 45. ده 55. ماشي. والبوكسات دي برضه زيها؟ اه 25 45 55. هو كبير قوي ده 55 صح؟ تعالوا يا جماعه نشوف رد فعل احمد اول ما شاف الصباره الراقصه، وكان نفسه يشتري واحده من زمان، وانا وعدته ان انا هجيبها له. تعالوا شوفوا رد فعله لما شافها. لا اي حاجه. قول له بتشتغل اغاني الجواب التاني. بتشتغل اغاني؟ لا ما تمسكهاش من هنا. يلا قول لها ازيك. قول لها اي حاجه. ازيك. الله جميل. عاملين كام دول يا هاني؟ دول عاملين 5. لا حلوين شكلهم حلو. طب اتضيروني طيب، اتضيروني. سيبوني سيبوني انشره. بس يا ستي بقى. يا هنا انت عارفه الاسعار بتاعتهم؟ والله. طب قولي الاسعار دي كده بس اتجور عليها وقولي بتاعت الساعات. طب دي؟ دي عامله 22.5. ماشي. واللي جنبها قولي دي عامله 30. ماشي. قولي بقى كده وانت ماشيه الاسعار. ودي عامله 30. والدبدوب عامل 75. ودي 30. ودي 22.5. ودي 25. والدرجة اللي فوق تاني بقى ده 95. وده 85. ده 75. الدباديب اللي فوق ده 90. ده 85. 75. 85. 75 برضو. 65. الساعات بقى هنخش على الساعات. الساعات بتبدا معايا من 45، وانتي طالعه بقى لحد 175. مثلا زي دي كده، دي عامله 65. رجالي ولا حريمي؟ رجالي. اه. ودي عامله 65. ودي برضو 75. دي 75 برضو. يعني معاكي بقى لحد 40 لحد 100 وانتي طالعه كده. دي بتبدأ بكام؟ دي بتبدأ من 75 لحد وانت طالعة 150. كل الساعات دي الحريمي طبعا صح؟ اه. ده كله حريمي من هذا دول. من 75 وانت طالعة؟ اه. من 75 وانت طالعة. حلو. شكلها حلو. شكلها حلو. الدباديب دي احنا شفناها من بره صح؟ احنا قلنا اسعار من بره. قلنا اسعار من بره. طيب الدبدوب الكبير ده بقى في كام؟ ده عامل 210. واللي جنبه؟ واللي جنبه عامل 85. والقطة الكبيرة دي؟ القطة دي عاملة 125. بتغني وبتنور. والدباديب دي بتغني وتنور ولا لا؟ لا، القطة اللي بتغني وتنور وتنور من عينها. ماشي. دي بلورة بتشتغل اهي. بتلف اللي جواها ولا هي كده بس؟ اللي جواها بتلف. في اشكال في الصبارة بتلف، بس في بحجارة وفي من غير حجارة. من غير حجاره ده ايه؟ شحن. دي عامله 20. دي عامله 15. انه كويس حلو. ودي قدها صح؟ اه.
هدية بعمل 45 بيتحط فيها هدية من جوه، مثلا زي كيتم كده، سلسلة كده تحطي كده وتقفلي شكل، شكل كده شكله حلو. حطي بقى مكانه كده تاني، حلو شكله جميل والله. عجب ايه القرنين دول؟ ايه دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه احنا بنعملها كده في الصور؟ في الصور انتوا جايين بقى تاخدوا البلانتين اللي من بقى حضرتك انت ويا حضرتك؟ احنا مش جايين ناخد البلانتين والله. انت جايه ليه يا جدع؟ بص ايه ده؟ نعمل بقى ايه دي؟ لا كله مع بعض، هي بتتلبس كلها مع بعض. ثلاثة سكافي دي عشان تبقى واضحة. استني يا بنت ما تهزيش الكاميرا. كام يا بنت؟ ايه؟ ب20. دي ب20 حلو والله تشكيلات حلو. انا اللي بايعها مش انا اللي بايعاكم. دي اختي اللي عشانها. ما جابلكوش حاجه وضحكوا عليكي. البيست فريند وريني بتاع البيست فريند دي. اهي احنا جبناها في واحده مفتوحه. دي ما هي اهي المفتوحه اهي. بصي اهي ورينا الباز يطير كده، وريني باز يطير عشان هو كان نفسه فيه من زمان. الله باز يطير وريني. الله بقى كان نفسه ده بودي. بودي وباز يطير. طب لو التتين هنا هيطلع الدنحات؟ الدنحات الدنحات هنطلع اصلا. روحنا البيت بقى يا جماعة. كنت محضرهم تورتاية جميلة انا اللي عاملاها، واللي عايز يشوفها هبقى نزلها برضو في شورتس، وبيشوفوا في الفيديوهات القصيرة طريقة عمل التورتاية دي. وطريقة سهلة وبسيطة وكان طعمها جميل جدا. ويلا تعالوا شوفوا بقية الروتين عملت انا واحمد النهاردة، وعملت فيه مقلب جامد واحمد عيط. وروح شوف المقلب في شورتس. ربي عيط. انا هنزل المقلب في الفيديوهات القصيره. كان مقلب جامد واحمد زعلان مني وجري وقعد يعيط وقعدت اصلي. بص استنى بس مش بص بالونات قد ايه؟ واو جايبه لكم يا جماعه كيس بالونات. بصوا البالونات قد ايه؟ بص 50 بالون، بالونات كتيره جدا اهي. بص بصوا جايبه لكم كمان بيانو اهو. هديهم خد يا احمد خد، ما تزعلش بقى. بص البيانو افتح طلعه اهو مفتوح من تحت. جايبالو بينا اهو يا جماعة، بس مفيهوش حجرة. وبكرة ان شاء الله هنجيب له حجرة ونحطه له فيها. لو عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وهنزل لكم فيديوهات جامدة انا وماما. وشجعوني. مع السلامة. باي.